السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. عاوتاني الفيديو اللي قبل كنا شرحنا فيه لي تاغ، واللي قبل منه كنا شرحنا كيفاش نحطو اول ديزاين، واللي قبل منه كنا شرحنا كيفاش اننا نسجلو في ريد بابل. ممكن انكم تشوفوا هاد الفيديوهات كاملين في البلاي ليست ديالي، اللي تدخلوا غير لاشين ديالي وغتلقاو هاد البلاي ليست اللي فيها هاد لا فورماسيون كامل. الحلقه ديال اليوم غنحاولوا نشوفوا افكار ديال لي ديزاين، يعني افكار ديال التصاميم اللي غنحاولوا نبيعوهم. وهاد الافكار خصهم يكونوا شي حاجه لي سبيسيال، يعني غير نحطها تبدا تتباع ليا. وقبل ما نمشيو للبيستين كنتمنى انكم تشتركوا في القناه وتخليو لنا على السبسكرايب واللايك ودي كومونتير اللي يكونوا زوينين باش نكملوا هاد لا فورماسيون حتى الاخر. نمشيو دابا للبيستين. دابا غنحاولوا نقلبوا على الفكره ديال الديزاين اللي غنديروا في التيشيرتات. اول موقع غنبداو به هو اتسي. هاد الموقع حتى هو ممكن انك تبيع فيه لي تيشيرت، وغنحاولوا نشرحوه في فورماسيون اخر. كتجيو هنا لغوشيرش وكتكتبوا لو نيش ولا الحاجه اللي باغيين تقلبوا عليها. ديروا مثلا فاني شير. من الافضل انكم تجيو هنا لتحت، كتبان لكم هنايا، حاولوا ديروا امريكا، ايطاليا، هايا لونغ سينيور، ديرو انجلي صافي انريجستري. ندخل هنايا الفلتر، في الفلتر تحاولوا عاوتاني تختاروا، تحاولوا تختاروا عاوتاني امريكا يونايتد ستيت انريجستري. هنا كيبداو يعطيوك هاد، هنا كيبداو يعطيوك الكلمه اللي كتقلب عليها، كيبداو يعطيوك لي تيشيرت. شي مرات هاد لي تيشيرت اللي كيكونوا هنا الفوق كتكون مكتوبه فيهم هنا واحد البلاصه هنايا تكون مكتوبه انونس، يعني كيكونوا مخلصين انهم يبانوا في محركات البحث هما الاولين، يعني ما كيكونوش كيتباعوا بزاف دوك لي تيشيرت غير الناس مخلصين عليهم باش يبانوا هما الاولين. دونك كنبدا نشوف، كنشوف لي ديزاين، شوف مثلا شي ديزاين يعجبني، مثلا بحال هذاك داير البوز ديال بصح، فهمتي، نحلو في اونجل اخرى. شوف عاوتاني مثلا هذا تحلو تاو في اونجل اخرى، وتبقى تختار، بقى تحل بزاف في دي زونجل اخرين، بقى تقلب تقلب تقلب. نمشيو لهذا الاول اللي حلينا، كنجيو مثلا لهاد الديزاين. هاد الديزاين ميمكنش انكم ديرو حيت ريد بابل ما كتطبعش لداخل، ولكن حنا غير غنحاولو نشوفو الفكرة. شوفو مثلا كتجيو هنايا، كتجيو لهاد الريفيوز. الريفيوز كتبدا تشوف الناس امتى شراو، مثلا هذا، مثلا هاد ميغا شراتو في 2 اكتوبر، حنا دابا في 3 اكتوبر، يعني غير البارح شراتو، او واحد اخر عاوتاني شراه، هانت كيبان لك كلهم شراو تقريبا البارح. وحتى الطلب كاين بزاف، هانتوما راه 21000، يعني 21000 واحد تقريبا شراه، يعني هادشي كيخليك تقول ان هاد التيشيرت دابا هو تراند، يعني كيتباع بزاف. نمشيو مثلا التيشيرت الثاني، هذا تا هو كتجي هنا لتحت كتشوف مثلا، او البارح تشرا، هذا شرا نهار واحد نهار واحد نهار واحد، يعني تا هذا باقي كيتباع، يعني باقي خدام، تقدر تا هو تلعب عليه، تحاول دير تا ديزاين بحالو، ماشي بحالو عاوتاني، ولكن تكون بطريقه، يعني ماشي تحاول انك تاخذ هذا دير ليه كوبي كول، حاول انت ديرو بطريقتك ولا ديرو احسن منه باش يتباع لك حتى تاعك. وديما الكوبي كولي حاولوا انكم تحيدوها في هذا المجال، لان الا مشاو تحصلوك في ريد بابل انك كتنقل لي ديزاين كتحطهم، غيضربوا لك الحساب ديالك، يعني غيحيدوا لك الحساب ديالك. صافي كتبقى تقلب بحالو بحالك على لي ديزاين، كتشوف مثلا هذا تباع ليه، يعني حتى يقدر يتباع لك، يعني بحالك كتاخذ الافكار من هذا الموقع اللي سميتو ات. بغيتي كاع تعمق، بغيتي كاع تعمق في لونيش، مثلا تكتب هنايا كابتش فاني شير، يعني كندويو غير على المشاش، هكا كيطلعوا لك عاوتاني، وتبقى تحلهم في الديزونغ الاخرين، وتشوف انت لو ديزاين اللي كيبان لك كيتباع بزاف واللي كيبان لك غيخدم لك مزيان. نمشيو للموقع الثاني هو ريد بابل نفسه. كتجيو هنا في البحث كنكتبوا مثلا فاني شير،
ملي كنجيو هنايا كيطلعوا لك النتائج، حنا غنمشيو لهادي اللي كتشوفوا هنايا، غنديروا بيست سيلينغ يعني الميور فون. هنا كيطلع لك لي تيشيرت من الاول، من نهار بدات ريد بابل حتى اليوم، يعني كاع لي تيشيرت اللي تباعوا بزاف. مثلا هذا هو الاول اللي تباع بزاف، تابعوا هذا تابعوا هذا. مثلا هذا الى تباع 10000 تيشيرت، هذا ممكن يكون تباع 9000 تيشيرت، هذا 8000 مثلا، هذا 7000، وغادي وانت هابط. يعني من الاول حتى الاخر، يعني من اكثر مبيعا حتى الاقل مبيعا، وانت كتبقى هابط. وهنا كتبقى تشوف، شوف الى عجبك شي واحد شي ديزاين صافي، وانت كتبقى تشوف الديزاين اللي عجبك وتحاول انك تصيب بحالو، يكون شي ديزاين الى قدرتي تصيب ديزاين حسن من هذا راه غيتباع لك اكثر، ما قدرتيش مهم يكون حد لو ديزاين اللي زوين وسامبل. غنحاولوا مازال في فيديوهات اخرين نوريكم كيفاش انكم تصيبوا لي ديزاين ديالكم بطريقه سهله. ثالث موقع كيكون هو جوجل. كتجي هنا كتكتب مثلا فاني شيرت، كتمشيو للايماج، وهنا كيبداو يعطيوكم النتائج، كتبداو تختاروا نتوما الحاجه اللي بانت لكم زوين. غير كاينه واحد اللعيبه، ان ماشي اي ديزاين ممكن انك ديرو، حيت كاينين واحد لي ديزاين اللي كيكونوا متابعينهم بالكوبي رايت تريد مارك، هذه غنحاول نشرحها لكم في فيديو اخر. كتكون عندهم حقوق الملكيه، يعني كيمتلكوا ديك الديزاين او ديك الرسمه. مثلا شعار ديال اديداس، اديداس ميمكنش انك ديرها فريد بابل، حيت كما كتعرفوا ان اديداس ماركه، والماركه ميمكنش انك ديرها فريد بابل. شفنا دابا جوجل، ورابع موقع كيبقى هو امازون. امازون كما كتعرفوا انه اكثر مبيعا في العالم. كندخلوا الامازون بحال هكا، اول حاجه كنجيو هنايا كنحاولوا نبدلوا المغرب، نحاولوا نديروا شي كود زيب ديال لاميريك. هي هنايا عطاونا، حاولوا تكتبوا نيت هاد الكود باش يطلع لكم. كنجيو هنايا، هنايا كتكتبوا نفس الحاجه فاني شيرت، كيبداو يطلعوا لكم النتائج بحال هكا كما كتشوف. غير هنا غتحاولوا تزيدوا واحد ليكستنسيون بحال اللي كنا درنا في الحلقه اللي قبل. هاد ليكستنسيون سميتها دي اس امازون كويك فيو، هادي غنخليها لكم عاوتاني حتى في صندوق الوصف، يعني اي حاجه ديما غنخليها لكم في صندوق الوصف تتهبطوا وتلقاوها. كديروا اجوتي اجوتي ليكستنسيون اكستنسيون صافي، ها هي دخلات. دونك نحاول ناكتواليزي لاباج، فين غادي دير اكتواليزي كيبدا يطلعوا لك هنايا كما كتشوفوا الترتيب. دونك هادي سبونسوريزي، قلنا لي سبونسوريزي نحاولوا ما نمشيوش ليها، نهبطوا هنايا كما كتشوف كيبداو يعطيوك هنايا النتائج. مثلا هادي هي 53000، حاول انت ديما يكونوا النتائج كثر من 300000 راه مزيانين. انت كتبقى تشوف هنا كيعطيوك الترتيب ديالها، يعني بحال القضيه ديال هنايا كنا كنديرو ميور فونت، كيعطيوك الاولى الثانيه الثالثه، حتى هنا نفس الحاجه كيعطيوك بالترتيب. صافي كتبقى تشوف نتايا، صافي كتبقى تشوف انت النتائج، شوف الحاجه اللي عجباتك صافي، وتحاول حتى تصيب الديزاين اللي يكون بحالها او احسن منها ولا المهم. غير كما قلت لكم قضيه ديال كوبي كولي، حاولوا انكم ما ديروهاش نهائيا، يعني حاولوا تخدموا داكشي قانوني. دونك هذا هو الفيديو ديال اليوم، وكما شفتوا بهذه الطريقه او الطرق ممكن اننا نلقاو فكره للديزاين ديالنا او فكره للتصميم ديالنا، يعني ما علينا غير ناخذوا دوك الافكار ونصيبوا بهم الديزاين ديالنا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، الى عجبكم ما تنساوش تخليو لنا سبسكرايب ولا لايك ودي كومونتير اللي يكونوا زوينين، ونشوفكم في الفيديو الجاي. تهلاو ليا فراسكم، باي باي.